مجلس يزيد لما أدخل رأس الحسين، لاحظوا شوف شلون يتبدل جواهر الناس بهذه المثل وبهذه القيم، يتبدل جوهر الناس رأسا، ينتقل من مكان إلى مكان، من مكان داني إلى مكان آخر، ارتفع. قال لما أدخل رأس الحسين وكان ابن رأس الجالوت اليهودي، جالوت اليهودي كبير اليهود، ابن كبير اليهود، هذا كان طبيب ابن رأس الجالوت، فيحضر عند يزيد لتطبيبه، يزيد كان يحتاج إلى معالجة، فهذا كان طبيب يزيد ابن رأس الجالوت وهو يهودي بعد، هذا مو مسيحي. فقال له لما أدخلوا الرأس، قالوا ما هذا الرأس؟ فقال رأس الحسين عليه السلام. أنا مختصر من هاي الرواية. قال فلما قتلته؟ قال أراد أن يأخذ الخلافة. فقال له ويلك يا يزيد، إنما أحق بالخلافة هو. يعني أنت حتى لو تحكي بمنطق دنيا وسلطة وحكم هو أحق. أما تعلم أن بيني وبين داود 40 جدا، واليهود يعظموني ويتبركون بي، وأنتم بالأمس كان فيكم نبيكم. الأمس كان يعني عهد قريب، واليوم قتلتم أولاده وسبيتم حريمه. ثم ابن رأس الجالوت سحب سيفه وحمل على يزيد ليقتله. وبطبيعي يزيد مو وحده، أكو عده خدم وحشم، فحال الحاضرون بينه وبين يزيد. فدنا اليهودي ابن رأس الجالوت من الرأس الشريف وقبله وقال لعن الله قاتلك وخصمه جدك، أو خصمه جدك. هاي وين؟ في محضر يزيد يعني. يعز علي أن لا أكون أول شهيد منك. يهودي، ولكن إذا لقيت جدك فاقرأه مني السلام وأخبره أني على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال له يزيد والله لولا أني محتاج إليك، لأن طبيبه هو، لقتلتك شر قتل. فقال والله لا أداويك إلا بما يزيد أمراضك. فأمر بضرب عنقه فضربت في لحظة. هاي الجاذبية، هاي المثل، هاي المناقبية، في لحظة يتبدل الإنسان إلى هذه الجاذبية. ينبغي أن تستثمر الاستثمار الصحيح حتى الناس يتحول المجتمع الإنساني من واقع مظلم إلى واقع مستنير. من هنا تتعين الوظيفة على المؤمنين، أن عاشوراء حينما تأتي وما بعد عاشوراء هناك وظائف على المؤمنين على الموالين، أن هذا النور يبينوه للناس، يعرضوه للناس، لأن التشويش كثير والتشويه كثير، ويبدأ هذا من النفوس، من
الإنسان من نفسه الذين يحيون عاشوراء ويعظمون عاشوراء هم ينجذبون إلى هذه القيم وهذه المثل ويطبقونها في أنفسهم. حسين.